طبعا نسخة هذا العام من الأتلانتيك كونسل نسخة أكبر، حضور أكبر من أصحاب المعالي الوزراء والمشاركين، خصوصا من الولايات المتحدة ووزراء عندنا من الولايات من اليونايتد كينغدم بريطانيا، ومن كذلك رومانيا، ومعالي الأخ سعد الكعبي من دولة قطر. تحدثنا عن الغاز في وضرورة الاستثمار في الغاز وأهمية الغاز كمصدر من المصادر الداعمة لمصادر الطاقة المتجددة، وتكلمنا على كذلك أهمية الكوب. معالي الدكتور سلطان الجابر قدم لمحة عن خطة دولة الإمارات للاستضافة وما نطمح له خلال كوب 28، ويعني إن شاء الله هذا الفريق المميز اللي اختارته حكومة دولة الإمارات وعلى رأسهم الدكتور سلطان والأخت رزان والأخت شمة، فريق قوي إن شاء الله وخير من يمثل دولة الإمارات في الكوب. أتمنى لهم التوفيق، وعندنا نحن فريق الوزارات كلها والدوائر المحلية شغالين معاهم. نتمنى إن شاء الله نقدم نسخة لن تنسى من كوب، تكون عملية، تكون تقدم حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ، ويكون فيها كل الدول مشاركة والدول الغير قادرة تحصل على الدعم المطلوب لها. هذا أملنا في الكوب. طبعاً الأتلانتيك كونسل يتحدث كذلك عن العوامل الجيوسياسية في المنطقة وفي العالم التي تؤثر على خارطة الطاقة العالمية، ونتمنى إن شاء الله في هذا العام، عام 2023، أن يصير عندنا استقرار في أسواق الطاقة، ويكون عندنا نوع من الانخفاض في أسعار الغاز، خصوصا لأنها قاعدة تأثر بشكل كبير على اقتصاديات الكثير من الدول، والطلب الكبير على الغاز هو اللي مسبب الارتفاع هذا الكبير في الأسعار. وإن شاء الله المشاريع الجديدة اللي في الغاز نشهد مشاريع جديدة في عام 2023، على الأقل تعالج الحاجة الأكبر اللي راح تجي في المستقبل. دولة الإمارات أعلنت طبعاً عن مشروع الفجيرة للإلينجي، وهذا مشروع كبير بالنسبة لنا، ودول العالم كذلك محتاجة أنها تقدم مشاريع أكبر. طبعاً الأخ سعد تكلم عن أن دولة قطر كذلك تقريباً دبلينج الكاباسيتي اللي عندهم، سواء في قطر أو استثماراتهم في أمريكا، ولكن محتاجين دول أخرى أن تستثمر في الغاز، ومحتاجين دول أخرى أن تستثمر كذلك في البترول.